لكن نروح لأوجستي. أوجستي طفرة؟ آه. أوجستي بيحدث تاريخ؟ آه. أوجستي بيوسع الفوارق؟ آه. طيب عايزين نروح وهنتناول معاكم أوجستي أضاف إيه وما قبل أوجستي. النادي الأهلي كان عنده سعي أو مساعي لتطوير فكرة لعبة كرة السلة ونتائجها ولا لأ، عشان تعيشوا معانا القصة كاملة يا جماعة. أوجستي لا يمكن أن ننكر أنه يحدث أو يحدث فوارق داخل النادي الأهلي. يعني إيه؟ يعني لما تيجي تشوف أن النادي الأهلي في فرق ما بين فكرة أن أنت بتحاول أن أنت تكون موجود على الساحة وتنافس الآخرين في عدد من البطولات، وتيجي لما تشوف نهاية الموسم تلاقي نفسك واخد بطولة من خمسة أو بطولتين من خمسة وهكذا، ولا أنت في حالة متفردة، ده أحدثه ناس كتيرة جدا داخل النادي الأهلي، سواء في كرة القدم زي مستر هيدكوتي أو مستر مانويل جوزيه، أو سواء بنشوفه دلوقتي في كرة السلة مع أوجستي. مع أوجستي تعالى شوف النادي الأهلي منذ تولي أوجستي مقارنة بالفرق الأخرى داخل مصر على مستوى البطولات. يعني أنت لما تيجي تشوف مش على مستوى الأمور أو مباريات، لا ده أنت بتيجي هتشوف على مستوى البطولات، خمس بطولات اتحققوا: دوري السوبر، كاس مصر، بطولة عربية، اتنين دوري مرتبط، الاتحاد، نادي الاتحاد السكندري وهو النادي صاحب التاريخ الأكبر في كرة السلة المصرية، عنده بطولة سوبر مصري خلال تواجد أوجستي، نادي الزمالك صفر بطولات. ده اللي انت تقدر تتكلم عليه، ان تأثير مستر أوجستي مع النادي الأهلي مع منظومة وفرت له وقالت له احنا عندنا مشروع بدأنا فيه خطوات. وكان مستر بالما، وانا عايز اقول الحتة دي لأن أنا ضربت بيها مثال من فترة في كرة اليد، مستر بالما مدرب كبير جدا، ولما جاء أنا سألت الناس اللي لها باع في كرة السلة واللي هي أكيد عارفة أكتر مننا في كرة السلة، واتقال إن هذا المدرب هو مدرب كبير جدا وقادر على مع منظومة النادي الأهلي لما ياخد الوقت إن هو يحدث تفوق للنادي الأهلي. ولكن أنت أتيح عليك في فترة بعد رحيل أوجستي عن نادي الزمالك، أتيح عليك في فترة إنك لقيت مدرب زي أوجستي فري تقدر تضمه، وهو مدرب صغير في السن يتواكب مع ان انت عندك مشروع. فجيت قلت انا عندي مشروع مش ببدأ من الصفر، انا مع بالما كان عندي مشروع انا ببدأ فيه، ولكن هذا الرجل مع هذا المشروع قادر يروح لخطوات ابعد واسرع من اللي انا كنت بشتغل عليه دلوقتي. وهو ده الاداره، وهي دي الارقام اللي انتوا شفتوها. ولكن لما نتكلم في فلسفه المشروع اللي معانا كمان يا اسامه هيبين فكره ان النادي الاهلي لا فعلا كان عنده مشروع في السله.